امرأة أمريكية تلد طفلا يهز العالم ويشهد أن القرآن حق. سبحان الله. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. سبحان الله، أمرا في غاية الغرابة والروعة يثبت عظمة الله عز وجل وصدق الإسلام والقرآن الكريم. للتنويه، نحن نحترم جميع الديانات ونؤمن بكل الرسل، ولكننا نعتز ونفتخر بأننا مسلمون. والآن لندخل في الموضوع. امرأتان في أمريكا وضعتا في نفس الوقت، واحدة أنجبت ولد والأخرى أنجبت بنت، وبسبب خطأ من الممرضات لم تعرفن من أنجبت الولد ومن أنجبت البنت. ونظرا لأن الجميع يتمنى أن يحظى بإنجاب ولد، فأصبح الأمر صعبا جدا. لذلك قاموا بفحص الدم DNA ليعرفوا من هي صاحبة الولد، وكانت الصدمة أنهم وجدوا النتيجة متقاربة جدا، مما جعل الأطباء في حيرة من أمرهم ولم يستطيعوا حل هذه المشكلة. والامرأتان تصران كل واحدة منهم أنها هي التي أنجبت الولد. وفي نهاية الأمر قام الأطباء في المستشفى بإبلاغ المسؤولين عن هذه المشكلة، وعند وصول الخبر للمسؤولين قالوا لا يحل هذه المشكلة غير المسلمين، حيث قاموا بالاتصال بأحد العلماء المسلمين، وجاء الحوار كالتالي: الأمريكان، ألم تقولوا أن كل مشكلة إلا ولها حل في دينكم؟ فقال: بلى. فأخبره القصة، فقال المسلم: الحل بسيط جدا، خذ قطرات من الحليب لكل من الامرأتين وقم بفحصه، فالحليب الذي يحتوي على أكثر مواد غنية ومغذية فهي المرأة التي أنجبت الولد، والحليب الذي يحتوي على أقل مواد غنية ومغذية فهي المرأة التي أنجبت البنت. فذهب الأطباء وأخذوا عينات من الحليب وقاموا بفحصها، وبالفعل وجدوا الفرق بينهما وعلموا من منهما أنجبت الولد والبنت، حيث يقول الله تعالى في كتابه الكريم: للذكر مثل حظ الأنسيين. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.